بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أبنائي الطلبة الأعزاء، طلاب الصف الثامن، حياكم الله في درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات الكويت والعالم الإسلامي. واليوم مع درسنا السادس، مظاهر الحياة الاجتماعية. مظاهر الحياة الاجتماعية. طبعا في البداية نحن نعلم أن حياة المسلمين قديما كانت بسيطة في كل شيء، كانت بسيطة في المسكن والملبس والمأكل، تمام، وكانوا متحابين فيما بينهم. تقوم الدولة الإسلامية على العدل وعلى التسامح فيما بينهم. ومع تطور الدولة الإسلامية بدأ يظهر العديد من الفئات الاجتماعية داخل المجتمع. فكان طبعا هناك الحكام ورجال الدين والتجار والخدم، وكان أيضا طبقة تسمى أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم مع دفع الجزية. الفئات الاجتماعية اللي كانت موجودة قديما، أولا فئة الحكام. وفئة الحكام الأبطال هم ابتداء من الخليفة والأمراء والوزراء والولاة، هم حكام الولايات المختلفة، تمام. فكان هم الحكام اللي لهم القيادة في سائر الدولة. ثم تليهم طبقة رجال الدين، وهم أهل الدين وأهل الشرع الذين على علم ودراية بأحكام الدين الإسلامي كافة، وهم لهم مكانة كبيرة أيضا في المجتمع، لهم مكانة كبيرة في المجتمع. يليهم طبقة التجار. التجار هم أهل المال وأهل التجارة والبيع والشراء، وكانوا من وجهاء القوم ولهم أيضا مكانة اجتماعية كبيرة. بعد ذلك تأتي طبقة الخدم. طبقة الخدم وهم العبيد الذين عليهم كل الواجبات ولم يكن لهم حقوق. بعد ذلك كان هناك طبقة توجد في المجتمع الإسلامي تسمى طبقة أهل الذمة. ومن هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم مع دفع الجزية. الجزية كانت تفرض على الرجال القادرين على حمل السلاح، الرجال من اليهود والنصارى الذين يعيشون في أراضي الدولة الإسلامية. نظير حماية الدولة الإسلامية لهم، فكانوا يدفعون هذه الأموال التي تفرض عليهم تحت اسم الجزية. الجزية هي أموال تفرض أو تؤخذ من أهل الذمة، تمام، الذين ظلوا على دينهم بعد الإسلام. من هم أهل الذمة؟ اليهود والنصارى الذين ظلوا على دينهم مع دفع الجزية. طيب، أيضا من مظاهر الحياة الاجتماعية في المجتمع الاحتفال بالأعياد المختلفة والمناسبات الدينية. وطبعا احنا عارفين احنا الدين الإسلامي يوجد عيدان فقط للمسلمين، هم عيدين الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى. ونجد أن الدول الإسلامية جميعا يحتفلون بالأعياد الإسلامية معا وفي وقت واحد. نجد عندنا مع اختلاف الطقوس الاحتفال، ولكنها كلها احتفال، مراسم احتفال قريبة من بعضها متشابهة. فنجد أن المسلمون في كل مكان يحتفلون بالأعياد الدينية، سواء في الدول العربية أو حتى في الدول غير العربية زي الدول الأخرى. زي احنا شايفين في صورة أمامنا، صورة الاحتفال في دولة مثل الهند، وعندنا أيضا احتفال مراسم احتفالاتنا عندنا كعرب.
كذلك من الأشياء التي تميز بها المجتمع الإسلامي في المجال الاجتماعي مجالس القصاص والوعاظ. القصاص والوعاظ هي مجالس لسماع القصص والحكايات وأخذ العبرة منها. مجالس القصاص والوعاظ، تمام، يجلسون الناس أمام أو حول رجل من الرجال الحكماء، يبدأ يحكي لهم قصص عن الرسل السابقين وعن الأنبياء وقصص عن شعوبهم السابقة من أجل العظة والاتعاظ منها. طبعا نجد من ضمن القصص التي تروى طبعا واهتم بها القرآن الكريم، نجد قصص كثيرة مثل قصة أهل الكهف وقصة سيدنا موسى وقصة سيدنا عيسى، كثير من القصص. فالقرآن نفسه يعتمد على النظام القصصي في الإيضاح. فهذه المجالس كانت مشهورة في ذلك الوقت، مجالس القصاص والوعاظ. الجزء الثاني عندنا من الدرس اليوم هي مظاهر العلمية والثقافية، مظاهر الإنجازات العلمية والثقافية في المجتمع الإسلامي. طبعا لدينا فيلم وثائقي عن المجتمع الإسلامي وإنجازاته، نرجعه لآخر الدرس بإذن الله تعالى. فنجد أن الدولة الإسلامية اهتمت بالعلم والعلماء اهتماما كبيرا، وظهر الكثير من العلماء في مختلف العلوم، والسبب في ذلك عدة عوامل. عوامل ازدهار العلم وظهور العلماء في الدولة الإسلامية، هناك عدة عوامل أدت إلى ازدهار العلم وظهور العلماء. أولها واحد، تشجيع العلماء ورعاية وتمويل القيادات السياسية هم الخلفاء والملوك، كانوا يرعوا العلماء وكانوا يهتموا بهم ويجذلوا لهم العطاء ويجعلونهم من جلسائهم حتى يستفادوا من علومهم المختلفة. أيضا رقم اثنين، التنافس العلمي بين الدول الإسلامية، التنافس العلمي بين الدول الإسلامية. طبعا هذا كان من ضمن الأشياء التي جعلت الدول الإسلامية التي جاءت واحدة تلو الأخرى، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، هذه الدول كانت تتنافس باهتمام العلماء وإخراج أكثر تطور وأكثر علماء في عهدها. حركة التعريب من ضمن الأشياء التي كانت لها دور كبير في ظهور العلماء وفي تنمية الحياة العلمية في الدولة الإسلامية. حركة التعريب هي طبعا ترجمة الكتب القديمة من اليونانية والفارسية والهندية واللغات المختلفة، يبدأوا يأخذون هذه الكتب ويترجمونها إلى العربية ويستفادوا مما فيها من علوم مختلفة، وهذا طبعا يؤدي إلى إيه؟ إلى تطور العلم في الدولة الإسلامية. الرخاء الاقتصادي، الرخاء الاقتصادي طبعا كان من ضمن الأشياء التي أدت إلى ظهور العلم والعلماء في الدولة الإسلامية. هذه العوامل الأربع، عوامل ازدهار العلم والعلماء في الدولة الإسلامية. ممكن يجيني سؤال في الاختبار يقول لي أذكر اثنين من عوامل ازدهار العلم والعلماء في الدولة الإسلامية، وكثيرا ما يأتي هذا السؤال فنهتم فيه كثيرا أبناء الطلاب. النشاط عندي صفحة 36 يقول لي رتب الأحرف المبعثرة لتكشف اسم الخليفة العباسي الذي شجع على العلم وحركة الترجمة. الآن نريد أن نعرف من هو الخليفة العباسي الذي كان يشجع العلماء ويشجع على حركة الترجمة. أعطاني حروف اسمه ولكن متفرقة، تعالوا نحاول نرتبها. ألف ولام نحطها في الأول، ميم، الماء في ميم ثانية،
المأمون. لا قلنا الحروف. نجد أنه الخليفة المأمون. الإجابة هي الخليفة المأمون هو الذي كان يشجع العلماء ويشجع حركة الترجمة من اللغات الأخرى. وبكده يا أبطال نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم بإذن الله تعالى، ونلتقي بإذن الله على خير في الحلقة القادمة والحصة القادمة بإذن الله ودرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.